يقول: ورد حديث عن نهي طلب الإمامة، فهل ينطبق هذا الحديث على من طلب الإمامة في المساجد؟ طلب الإمامة طلب القضاء أو طلب الوظيفة الدينية، الإمامة وغيرها، الأمور الدينية. لكن إذا لم يكن هناك من يقوم بها وهو فيه الكفاءة له إنه يتقدم. يوسف عليه السلام قال للملك: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. إذا كان فيه الكفاءة ولا فيه غيره، القضاء يتعطل، تضيع حقوق الناس، يطلب القضاء في هذا، استدراك للمسلمين لا يضيع حقوقهم. الإمامة ما فيها أحد يصلي بالجماعة ويضبطهم ويضبط القراءة، يتقدم لها، لأن هذا أمر يضيع إذا لم يتقدم له. أما إذا كان فيه غيره ممن يقوم بالواجب ويتم بالواجب فلا يتقدم له. نعم.